بالتاكيد ان تحرير الصرف ده ساعدنا جامد جدا من عمليه التصدير، ان بقى في عوائد تصديريه دي زادت عندنا، وفي نفس الوقت ان هو برضو واجه الاستيراد بشكل برضو قوي، نفس الوقت برضو اثر على الاستيراد بشكل ايجابي بالنسبه كاقتصاد في البلد. فتحرير سعر الصرف ده حتى كان ليه اثر ايجابي بالنسبه للاقتصاد القومي، ان هو برضو ساعد في الحصيله النقديه للدوله. فهو اعتقد من كل الجوانب ساعد الاقتصاد المصري، حتى من تجاره وصناعه، الاقتصاد كان ليه تاثير ايجابي بشكل كويس جامد جدا. حتى احنا كصناع حاسين بيه جامد بالنسبه لتحرير الصرف لما كان ب 7 غير بقى ب 18، فطبعا العائد زاد في كل المجالات بالنسبه لنا كصناعه. نصار جروب، رواد صناعه الاسلاك والمسامير الصلب في مصر والشرق الاوسط.